يقول في فقرة أخيرة: إننا لم نتمكن من مغادرة مكة بعد طواف الوداع لأن الطواف كان ليلا ومعنا أطفال، وغادرنا مكة في اليوم التالي. الواجب على من أراد السفر من مكة بعد حجه وعمرته أن يجعل الطواف آخر عمله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ولكن لو فرض أن الرجل طاف للوداع بناء على أنه مغادر، ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالسجارة لإصلاحها مثلا، أو انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك، فلا تجب عليه إعادة الطواف. وكذلك قال العلماء: لو اشترى حاجة في طريقه لا لقصد التجارة فإنه لا تجب عليه إعادة الطواف. ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن طاف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل، فإن عليه أن يعيد طواف الوداع من أجل أن يكون آخر عهده بالبيت. طيب، نعم، بارك الله فيكم.